مسيحيو العراق يواجهون تهديد انقراض تواجدهم في البلاد بعد أن تضاءلت أعدادهم من 1.5 مليون مسيحي إلى 250 ألف، وما تبقى منهم يقبعون تحت رحمة المساعدات الإنسانية التي تقدم إليهم بعد أن هجروا مدنهم نتيجة العنف الذي يواجهونه منذ العام 2003. 11 كنا بالليل نايمين، طلعونا على القش ثاني يوم رجعونا، وراها يعني تل سقف طبوا، قالوا طلعوا من تل سقف. ثالث يوم احنا طلعنا من الموصل، راسا بالطريق شافونا هم بس ما واجهونا، يعني رحنا العفو بغير طريق. ابني اصدقاء خابره قالوا لا تطلع من هذا الطريق، بي ترى 11 طبوا على تل كيف، لا تروح منه. قال لهم لا عاد شلون، قالوا روحوا من هذيك الجهه الاخ، طلعنا من هذيك الجهه الاخ ما شفناهم، بس هنا أنا بصعوبة جينا، يعني البغداد بصعوبة جينا نعاني، بس اللي يطلعونا غربة، يعني ما أريد أروح غربة وأتغرب عن عراق مالتي، ما أريد عن وطني أتغرب، كلتهم راحوا الغربة، بس مش شنو مستفادين، ضايجين. بالنسبة لوضع المسيحيين الحاليين أو في العراق، الموجودين في العراق هن كمان جزء من المجتمع وبتحملوا الشيء اللي عم بتحمله كل المجتمع وباقي المكونات، عليهم شوية اضطهادات، شوية ظلم، لكن هالشيء هذا مو بس خاص بالمسيحيين وإنما بمختلف مكونات الشعب العراقي. نحن دائما بنشجعهم على الثبات في الأرض لأنه هي أرضنا، ودائما نقول أنه لازم دائما نحن نتحمل هالصعوبات هي في سبيل البقاء في وطننا. 83% هي نسبة المسيحيين الذين غادروا العراق بعد عمليات التهديد التي تعرضوا لها ومصادرة منازلهم عن طريق التحايل على القانون واستغلالها لصالح جهات متنفذة. بسبب الطوائف الدينية والتدخلات الدينية وحرمانهم من بعض الأعمال اللي كانوا هم يزاولونها سابقا، يعني انخفض عددهم مقدار 80% من المسيحيين من سنة من 2003 لحد الآن، تقريبا 80% هاجروا خارج العراق. أبرز القضايا اللي وقعت على المسيحيين تزوير العقارات مالتهم، يعني أرقام كلش كبيرة. يعني لا يزال حب التمسك بأرض الوطن يثلج قلوب الأقليات في العراق، ولا يملكون سوى الدعاء والأمنيات أن يتغير بهم الحال إلى الأفضل رغم صعوبة المعيشة، مطالبين أن يحظوا بشيء من الأمن والأمان وأن يعيشوا كما كانوا بألفة ومحبة وانسجام مع باقي شرائح المجتمع بكافة أديانه وقومياته. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.